من الواضح أن الميتافيرس هي الشكل النهائي والقادم من الإنترنت الذي سيسود العالم خلال الفترة القادمة، وقد دفع هذا علماء الاجتماع وعلم النفس والتكنولوجيا للتفكير في التأثيرات التي ستنتجها هذه العوالم على الحالة الذهنية والعقلية للبشر في المستقبل القريب. الرؤية ما زالت غير واضحة تماماً بعد للشكل النهائي للميتافيرس، ولكن من الواضح أنها ستكون حياة افتراضية أخرى أكثر تعقيداً من كل ما سبق، ومدعومة بتقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز الأكثر تطوراً، وستشمل كل نواحي الحياة، حيث سيتمكن المستخدمون الذين يرتدون نظاراتهم الافتراضية من حضور الحفلات الموسيقية أو اجتماعات العمل أو الذهاب في رحلة ترفيهية. يقول بعض خبراء التكنولوجيا والصحة العقلية أن كل تقنية جديدة من الراديو إلى التلفزيون إلى ألعاب الفيديو أثارت مخاوفاً في السابق من أنها قد تفصل المستخدمين عن الواقع الحقيقي الذي يعيشون فيه أو تعزلهم عن محيطهم أو تجعلهم عنيفين في كثير من الأحيان. ويؤكد هؤلاء الخبراء أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة في غالب الأحيان، حيث تظهر الأبحاث أن الجينات والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية وعوامل أخرى تؤثر على حياة الناس بشكل أكبر مما قد تحدثه التغيرات التكنولوجية المختلفة. وفي هذا السياق يؤكدون أن الميتافيرس لا تختلف، فهي مسألة وقت فقط قبل أن ندمجها بسلاسة في حياتنا. ومع ذلك يجادل آخرون بأن الميتافيرس هو حدث ثوري للغاية وغير مسبوق، لدرجة أنه سيغير نسيج المجتمع على نحو لم يسبق له مثيل، مع عواقب وخيمة على صحتنا العقلية والنفسية.